السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زواج فهد بن جابر الجريد المري. يا مرحبا يا أبو جابر. الله يرحب بك. يا مرحبا ومسهلا بك يا أبو ناجي. يا مرحبا. الله يطول عمرك. نبغي كلمة اليوم بخصوص زواجك. نقول يا مرحبا ومسهلا بالجميع وبيض الله وجيههم جميع. ويا مرحبا ومسهلا بك يا أبو ناجي. الله يعطيك العافية ومبروك لك. الله يبارك فيك. يا مرحبا ومسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مقابلتنا مع الجندي المجهول اللي اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن كان لك مجهود في هذا الحفل. الله يعطيك العافية حمد ابن جابر الجريدي. يا مرحبا يا أبو جابر. الله يرحب بك على فضله ومرحبا بكم. الله لا يهينكم على الحضور الزين وعلى لعبكم. بيض الله وجيهكم. شرفتونا ولا كلفتوا. والله أني صادق. بيض الله وجيهكم. والله خص اخي صالح بن ناجي على مجهوده والتصوير. انت عذر لو حصل منه اي شيء. لا ابد ما في كسور وهذا حفلنا كلنا. الله يعطيك العافيه. احتموا يا صلب جد يا عصابة راسي. بيض الله وجه راع الفزعة المتشدد. بيض الله وجه راع الفزعة المتشدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الحضور الأخ مسفر الجريدي. الله يرحب بك ويا مرحبا ومسهلا يا أبو ناجي. مرحبا باللي حضر من قريب ومن بعيد كبير وصغير وشرفتونا. ويا مرحبا ومسهلا. الله يكسر خطوتكم. بيض الله وجهك وما قصرت يا أبو ناجي. وجهك. شكرا لك. والله يعطيك العافية. يشهد التاريخ الأحداث فعل معتمد والختام اسك التحيات للحر العدا. جوس في المواجب يردم الصمم يصهر الجزلة وانقصر في له ورد. يا عسى مبروك حفل العدم ابن العدم نامت الافراح وانك التهاني يا فهد. يا خوي العز والجود يا وجه السعاد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في زواج أخونا فهد الجريذي نبارك له ونقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. واسمحوا لي أيها الإخوة المشاهدون أن أبث هذه الرسالة للآباء الكرام في هذه الثواني القليلة. أيها الآباء الكرام، خففوا مهور البنات وأيضا ساعدوا الشباب على الزواج. يقول صلى الله عليه وسلم أن أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة أو أقلهن مهرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة أوجهها إلى إخوان الشباب. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن الصوم كما شرح الحديث أهل العلم يضيق على الشيطان في مجرى الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج الشباب العزاب، وأن يبارك للمتزوجين، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أشكر لطفكم وتفاعلكم في هذه اللقطات والإضاءات، شكر الله لكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا سما مبروك أهل الأدم ابن العدم، دم تلفرح وكتهاني يا فهد، دم جبر يا عسى روح أمرك تستدم. يا سميت باسم العبادة ترتجيه، سبحا من بمره تهون الكايدات، واخلاف ذا فكري عسى الرب يهديه وانه يقديني بزين المفردات. لبيه يا العزام في حفلة اخيه، لبيه من قلبي مهيب مجاملات، رفيقي الطيب على ايام الوجيه، محبه وتقدير من كل الجهات. أبو زيد عزه مثل ما أنا عز بيه، إي والله ما هي بمنافقات، رفيقنا الطيب مجيه نشتهيه، ما حن ندور العذر منه بتات. وقف ترحب قدوم سمحين الوجيه، من يوم لبت دعوة الداعي وجات. باسمك يا جابر قلت ربع اللي تبيه، وفي خاطرك شيء ما تحصيه الروات. يا مرحبا وإعداد ما يصرف جنيه، عند الرفيق اللي علومه غان مات، عند الجريدي مرحبا واللي يليه العود الأزرق والدلال مبهرات. عون الرفيق اللي زمانه مبتليه، لا جار وقته والأمور مصلحات. جابر الجريدي لا وقف ما له شبيه، إلا بخوذه في السنين الأولات. يفداه من تسبق سواليفه يديه، ومثل الجريذي جعل يبطي في غنات، جعله بزود ويرحم الله والديه، مثلك يا جابر جعل يبطي في الحياة.
إله الكون رب العالمين، منزلنا الماء على القاع من دهم الخيال، نطلبك يا الله في كل وقت وكل حين، تنصر الإسلام وأهله وتخزه للضلال. من بعد ذكر الله أبدان معنا يثمين، جبتها من موهبة شعر وبيوت انجزال. من بعد ذكر الله أبدان معنا يثمين، جبتها من موهبة شعر وبيوت انجزال. في حفل ربعي برحبكم يا الحاضرين، بالنيابة قمت ارحب إلى جالي مجال. مرحبا على ازرق العود مع سمن وسمين، ومرحبا على اشقر البن من صفر الدلال. مرحبا ترحيب الطيب عند الطيبين، عند جابر مكرم الضيف من ماضي الليال. كم قضى من لازم كايد للمعسرين، وكم ضعيف شل دينه ومنه الهم زال. مدرك كل المراجل عسى عمره سنين، والمواقف يشهد بها مطاريق الرجال. مدرك كل المراجل عسى عمره سنين، والمواقف تشهد بها مطاريق الرجال. تشهد الرملة وهلها وكل المسلمين، يوم سب شركته للبدو في كل حال. من تعطل موتره قال هاك مهندسين، واللواب تشتغل من جنوب إلى شمال. يوم سب شركته للبدو في كل حال، من تعطل موتره قال هاك مهندسين، ومن تعطل موتره قال هاك مهندسين، واللواب تشتغل من جنوب إلى شمال. نشكرك على مساعيك يا ذرب اليمين، تستحق البيض في النايفات من الطوال. ما نعين من هالطيب مروين السنين، ربعي اللي تلطم الشره وترد الحلال. الجريذي راعي الزبن من ماضي السنين، يوم العربان ضجه للخليج توال. ما نعين من هالطيب مروين السنين، ربعي اللي تلطم الشره وترد الحلال. الجريذي راعي الزبن من ماضي السنين، يوم للعربان ضجه للخليج توال. من جمال الغبقه اللي مواقفها تبين، ومري من صلب يا من طويل الحبال. والقبائل فعلها ينعرف للعارفين، والسلام اختام والله يستر كل حال. ابتدانا وتكلنا على الحي العظيم، كل شان الوهم رزق الفتى الصمت، دره ثبت على الحق والنهج السلام. اعتمدنا بك ولا خاب من بك يعتمد، يا هجوس في المواجب يردمنا الصمم، يصفر الجزلات وانقصر في الهوى. باسم رب الكون سبحانه، خالق الناس رازقها ورحماني. بعدها يا بحور الشعر والحانه، محزني من جزيل الشعر ملياني. ما تكفي بحور الشعر واوزانه، في حفل طيب السمعه قهيداني. ابو جابر فهد العز نيشانه، والقر من كر والقر من كريم ذرب الايماني. جابر العز نبع الجود سيسانه، غيمه بالكرم والعز والداني. وعونه لبعزة رف جنحانه، محمد الكرم والجود عنواني. جابر العز نبع الجود سيسانه، غيمة بالكرم والعز والداني. وعونه لبعزة رف جنحانه، محمد الكرم والجود عنواني. وزايد مع حمد يمناه واخوانه، محزمة در جنبه ناس الغفراني. ولابته للكرم والجود بنيانه، وفي لزومه حضر شايب وشباني. حن حضرنا لجل عينه ومشانه، معرب الجد من خاله وعماني. هم هل العز ساس المجد واركانه، وعزه در جنبه فعلهم باني. فعلهم من قديم الوقت وازمانه، الجريذي عرفهم قاصي وداني. فعلهم من قديم الوقت وازمانه، الجريذي عرفهم قاصي وداني. هم حزام الرفيق انضاق وامانه، عاده ذوق بنت حصان وعماني. والختم مرحب بالحفل وعيانه، والفهجاه قاصينا مع الداني. جابر ابيات شعري فيك عجلاتي، كان هالجابر تناديني وناديها. تقديري وشكري وفايق تحياتي، مشاعر ما تلوق الا نراعيها.
تخص يا بالراعي الوقفات بالذاتي وتعم دعوى المرة في معانيها ابن جريدي بنى للطيب راياتي يتعيش شرف عن راية وبانيها حلفت بلي رفع سبع السماواتي جمايل ابو حمد ماني موفيها من لابت الله حصل للخيل جولاتي كم طيرت روس قوم من على بيها اتزبنا اللي لجاء وطوع العاتي بيوت يذري ذراها من دخل فيها اتجازي اهل الحساني بالحسناتي واللي يبي ضدها ما هو بقاويها يوم اتذكر زمان وفايت مفاتي افعولهم من قرى التاريخ يرويها ذكرى المرة له صروح وسجلاتي ملاح من بين كاتبها وقريها فعايل اهل الشهامة والمرواتي اللي سمع باسمها ما هو بناسيها هذا اعترافي وتوقيعي وبصماتي منيس من قالها ومنيس مهديها سلام عليكم يا عسى مبروك حفل العدم ابن العدم دامت الافراح وهيك التهاني يا فهد يا ابو جابر يا عسى افراح عمرك تستدم يا خوي العز والجود يا وجه السعد الحقاق بقوام طيب والمهدي قوام سلام باسمي واسم كل الغياثين في حفل ربع نتعين لابد الشان في حفل ربع نتميل بالموازين وعند ابن جل الوفا والطيب عنوان لجل الجريذي بديت لجل الجريذي بدأت القاف في حين ابو حمد ينعرف جابرك حيلان فعله على الطيب ما ظله براهين امجرب انفعل جابر طير حوران ومبروك حفلك يا ابو جابر ملايين وعداد ما لاح برق وهل ودان يا ولد رجل فعوله تبهج العين جابر حريب الردى لا جاه ضيفان جابر حريب الردى لا جاه ضيفان ابو حمد ينعرف فاللازم يبين ما ظل فعايل وكانها السيف شامان ابو حمد من رجال تقضي الدين على الفعايل لاجال الخيل عكنان زوايد مبلقة والهوش عسرين إلى غدا لرمك عجن ودخان زوايد نزوده في الطيب وافين أهل الوفا والكرم ذربين الأيمان دون العشائر يردون المعادين يردون حوض المنايا بامتيجان أهل السطر والفعل عوق المثارين زوايد تنعرف من نسل الغفران مرية طيبهم بالعسر والليل يمية تذكر بالهوش ظفران ولا وضع القبائل لهم فعل وعناوين وفعل القبائل وفاء من دون نقصان وارجى العذر والسموحة يدي يا قيل حبيت أشارك وبارك ربع وإخوان وصلوا على المصطفى اللي وضح الدين رسولنا المصطفى من نسل عدنان سوالف يا عسى مبروك حفل العدم ابن العدم دامت الافراح وهيك التهاني يا فهد يا ابو جابر يا عسى بسم الله السلام عليكم ورحمه الله تشرف اليوم حضور حفل زواج اخونا فهد بن جابر الجريذي وبارك له واقول قول الرسول عليه الصلاه والسلام بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير اسال الله ان يوفقك في دنياه والله يبني بيته ويسر له اموره ان شاء الله وبالتوفيق بإذن الله إن شاء الله وأشكر القائمين على الحفل والمصورين وبيض الله وجهكم على كل حال شكرا يا عسى مبروك حفل العدم ابن العدم دامت الافراح وهيك التهاني يا فهد يا ابو جابر يا عسى افراح عمرك تستدم يا خوي العز والجود يا وجه السعد الحقاق بقوام طيب والمهد قوام يا ولد الجود والشمل من ذاك الاسد جابر اجري في سمان مرجله عز مقيم عودنا لطيب فعله على العلم
يشهد تاريخ الأحداث فعلا ما تمت والختام أزكى التحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خال العريس راشد بن حفيظ الزيتري، يا مرحبا يا مرحبا يا ابو حفيظ. وبكل بقى مرحبا بكم اشهلا، والله لا يهينك على كل حال، ومبارك لبنا فهد بن جابر الجريدي، والله يوفقه يوفق جميع الشباب اللي ان شاء الله عندهم نيه الزواج، التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا لك والله. I'm
الدقم يشهد تاريخ الأحداث فعل معتمد والختام اسكى التحيات للحر العدم نامت الأفراح والكتهانية فهد ما تعلمها.